متضامنين مع المجزرة اللي كيقوم بها الصهاينة الإسرائيليين في غزة. فكنا كنظنوا بأن جميع الدول العربية أنها دول حرة وأن غزة هي محتلة. فصدقنا بأن لقينا بأن الحقيقة بأن غزة هي اللي حرة وأن الدول العربية هي اللي محتلة. متي إلى ما هذا الصمت؟ شنو هذا الصمت هذا؟ شنو هذا الصمت هذا؟ أين الضمير؟ أين الضمير العربي؟ في هذه الوقفة التضامنية تنديد بالجرائم اليوم 24 اللي كتعرض لها الإخوان ديالنا في غزة. جرائم البربرية، الهمجية، الإرهاب ديال الدولة المنظم اللي كتمارسو أمريكا بالدرجة الأولى وإسرائيل، اللي لم تحقق فيه أي أهداف من غير قتل الأطفال والأبرياء. اليوم حنايا الآن في هذه الوقفة أكيد هو استمرار التضامن الشعبي ديالنا مع الإخوان ديالنا في فلسطين. المجازر اليومية والمجزرة الآن يعني اللي وقعت في حي فلسطيني دمر عن بكرة أبيه، فأقل ما يمكن وأننا نجيو نوقفو، نعبروا الإخوان ديالنا أننا معهم قلبا وقالبا. كنتفكروهم في شربة الماء، كنتفكروهم في الطعام اللي كناكلوه، كنتفكروهم حنايا يعني كنتمتعوا بالكهرباء وبالإنترنت، وحنايا عندنا الدواء وعندنا أي وسائل الحياة اللي هي بسيطة وأبسط يعني أبسط أمور الحياة العادية هم محرومون منها. والأكثر من هذا يعني يعيشون تحت الدك والقصف. الآن قنبلة نووية ونصف سقطت على غزة اللي هي المساحة ديالها 41 كيلومتر، في نص ساعة ممكن تحرك ليها بالسيارة ديالك. الشعب خصو يفيق، الشعب خصو يوعى. الحرب التي تمارس الآن في غزة هي حرب دينية، هي حرب عقدية. أمريكا كتقصف الأطفال، كتقصف الأبرياء للضغط على المقاومة باش تسلم، لأنها ما قدرتش أنها تواجههم رجل لرجل. فحنايا الآن نقدم الدعم ديالنا الكامل للمقاومة وندين إرهاب الدولة. مطالب أي مغربي حر أنه يخرج للشارع ويقول لا، اللهم إن هذا منكر، يقول لا لهذا الإرهاب، لا لهذا الجرائم. اليوم كل شيء مكشوف أمام العالم، معروف شكون اللي شكون المجرم، معروف شكون الإرهابي، معروف شكون اللي كيقتل وكيدبح في أطفال ونساء اللي ما عندهم ما لا يحملون لا سلاح لا حتى شي حاجة. فحنا اليوم هذه أقل واجب اليوم هو أننا نخرجوا للشارع يوميا، نعلنوا على رفضنا للتطبيع أولا كأول حل، نعلنوا على أيضا أننا احنا كشعب يجب أن نقاطع كل البضائع التي تدعم الكيان الصهيوني اللي كيقتل في أطفال الفلسطينيين. وأنا خارجة اليوم كأم كنقول حشومة وعيب أن اليوم الأسلحة ديال الدمار الشامل توجه في حق الأطفال وفي حق الأمهات. المشاهد تؤلم، مشاهد مدنية جدا. أي إنسان فيه ضرة الإنسانية بغض النظر على واش فلسطيني ولا غير فلسطيني ولا مغربي ولا عربي ولا غير عربي، أي إنسان فيه الضمير اليوم غيقول اللهم إن هذا المنكر. اليوم جينا استجابة للنداء العاجل مبادرة الطلاب المغربية للدعم والنصرة للقيام بوقفة شعبية نصرة للقضية الفلسطينية، بسبب اللي كنشوف دابا بسبب المجزرة البشعة اللي كيرتكبها العدو الصهيوني على على السكان او قطاع غزة بالخصوص. جيت لهنا المساندة العضو مساندة لقطاع غزة، وتحية نضالية.